في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية عراديو تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال. يسعد أوقاتكم أعزائي المستمعين، معكم دكتورة شفيقة منصور غربية، استشارة تعليم وتحليل سلوكي ولغوي. مثل ما وعدتكم امبارح، نحن مكملين على فاير سيفتي، كيف فينا نحافظ على سلامتنا بحال حدوث حريق، وكيف فينا نوصل مفاهيم الحفاظ على السلامة لأولادنا المميزين ذوي اضطراب طيف التوحد. أكيد فينا نفرجيهم فيديوهات، في كمان قصص اجتماعية أو سوشيال ستوري، وحنشارككم هالسوشيال ستوري كمان باللينك على فيسبوك علي فور اي بي اي. لما بيصير في حريق، أول شيء بيصير أنه منسمع الألارم، صوت الألارم بتاعت الخاصة بالحريق بتعمل صوت. كمان بدنا نشرح لطفلنا أنه هيدا الصوت لو كان مزعج، بس هيدا بيساعدنا نتنبه بحال صار في دخان، فهي أول شيء. ممكن دخان بأوضة تانية صارت، فالفاير ألارم لما بيطلع صوته بتصير تزمر هوني. أنا لو اتضايقت من الصوت في غطي ديني، بس هيدا الصوت بيساعدني أنه نحافظ على سلامتنا، وهي معناتها أنه لما بسمع هيدا الصوت لازم دغري أنا أطلع لبرا حتى نحمي حالنا. كمان إذا كنت لحالي بقوتي، لازم قبل ما أفتح باب الأوضة بقفى إيدي، حط إيدي على الباب واتلمسه. إذا حسيت الباب بارد معناتها أنا في أفتح الباب، وبظهر منه دغري للأوضة، وما بياخد شي معي، يعني ما بياخد ألعابي، ما بلهي حالي بأي شي. أنا بدي أحافظ على سلامتي، بدي أحمل حالي وفل وأطلع من الأوضة. وكمان إذا كان في دخان ما قدرت أطلع من الأوضة، وكان في دخان عالي بسقف الأوضة، لازم وطي أنا أسحف على الأرض لألاقي مكان آمن أحمي حالي فيه لحتى تجي الماما والبابا يساعدوني ويخلصوني. كمان إذا قدرت أطلع لبرا، لازم أطلع لبرا بسرعة، ومثل ما قلنا ما لازم ناخد معنا شيء من قلب الأوضة أبدا، ما فتش على اللعبات وما فتش على الأشياء تانية أنا عادة بخدم معي. لازم أظهر وحط حالي بمكان آمن. كمان لازم أطلع لبرا بسرعة وكون رايق، ما كون خايفين، لأنه ماما وبابا حيكونوا حتي. وأكيد نحنا أنا وماما وبابا دربنا على الفاير سيفتي بلان، في خطة للحريق للأمانة والسلامة بحال حدوث حريق. لازم أنا أتبع كل التعليمات اللي ماما وبابا علمونا عليها، وكمان لازم أنتر. إذا أنا طلعت قبل الماما والبابا، أنترهم بالمكان المحدد بخطة الفاير سيفتي أو خطة السلامة من الحريق. لازم أنا ضلني بمكان واحد، ما روح وأجي بالمكان اللي نحن متفقين عليه بالخطة. أكيد دغري الفاير تراك أو سيارة الأطفائية حتوصل بسرعة، صوتها حيكون كتير قوي، بس هيدا الصوت هو اللي بيخليها توصل بسرعة وما يكون في عجقة سير يفتحوا لها الطريق دغري. حيجوا الفاير بيرسون أو الأطفائي، الفاير فايتر، حيجي لابس بدلة مخصصة للحريق، وممكن يكون حاطط ماسك وحامل الخرطوم الكبير معه اللي حيكون فيه مي ويطفي الحريق. في معهم أدوات خاصة كمان، ولازم أنا اتبع كل التعليمات اللي بيعطونا إياها والتزم فيها واسمع كلمتهم، وما خاف من الماسك اللي حاطينه، لأنه هيدا الماسك بيحميهم من الحرارة ومن الدخان اللي عم يطلع. وما فوت على البيت إلا لما يقولولنا إنه صار مكان آمن وفينا نرجع على بيتنا إذا كان صالح للسكن. هيدي بحالات لما بيدربوا أولادنا عليها بحال صار في حرايق، وقبل ما تصير الحريقة بيكونوا معودين الأولاد
بخطة الحريق والسلامة كيف يقوموا بالخطوات ما يتفاجأوا فيها. وأكيد هذا كتير بتساعد لما بيشوفوا فيديوهات، ومثل ما قلت لكم في ولادي بيستفيدوا كمان على السوشيال ستوري، لحد نحط لكم الرابط على علي فور اي بي اي. كانت معكم دكتورة شفيقة منصور غربية، إلى اللقاء غدا. في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت، بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية على راديو تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال.